120 ألف حالة عض حيوان تسجل سنوياً بالجزائر، تتسبب في 15 إلى 20 حالة وفاة عند الإنسان جراء إصابة قرابة 900 حيوان بداء الكلب، وقرابة 50% من الإصابات هم من فئة الأطفال الأقل من 15 سنة. عندما يكون العض لازم توجهه إلى المصلحة الصحة، وإن كان لقاحات والأمصال لازمة، لأنه عند الساعات الأولى ولا يعني خذينا بعين الاعتبار هذه العضة ما راحش يكون الوفاة، ولكن عندما تظهر يعني الأعراض يعني الوفاة لا مفر منه. الكلب كيعض باش ينقل المرض، يكون الفيروس في اللعاب نتاعو وفي العضه الاولى قبل ما يدخل مليح في الجسم الانسان، يكون الفيروس في هذاك الجرح. دونك كي نغسلوه مليح، هو كما قلنا فيروس فراجيل، يتنحى بصابون بلو جافيل، ما يستحقش يعني كي نغسلوه نحي كميه كبيره تاع الفيروسات. اذا كان دخل واحد ولا زوج ولا كميه قليله نكملو نقضيو عليهم باللقاح ولا بالمصل كما يقولوا حسب خطوره الجرح. 500 ألف لقاح ضد داء الكلب تلقتها الجزائر من المنظمه العالميه لصحه الحيوان، ما سمح باطلاق اول حمله لتلقيح الكلاب الضاله للحد من انتشار الداء. طعمنا اولا الناس اللي راح تكون على مستوى البلديات اللي تحكم الكلاب ولا الاطباء البياطره اللي يقوموا بهذه العمليه. ثاني طبقا لهذه التعليمه الوزاريه، احنا طلبنا من رؤساء البلديات باش يعينوا على مستوى جميع كل البلديات الفلاحيه زون رورال، انهم يعينوا مكان محدد. هذا المكان هذا من الأحسن أنه يكون قريب للناس، يكون على مستوى ساحة عمومية، يكون على مستوى مسجد ولا، باش الناس كي يشوفوا هذاك المكان يروحوا يدوموندي ويسقسيو يعلموهم ثم باللي رانا باللي متواجد طبيب بيطري 5 أيام في الأسبوع باش يقوم بعملية تلقيح الكلاب وخاصة تسجيلها على مستوى البلديات. التلقيح ضد داء الكلب هو ما يسمح بتفادي وفاة المصابين بعضة الحيوان، لذا تسعى السلطات العمومية إلى توفير اللقاح للمواطنين وتلقيح الكلاب في استراتيجية للقضاء على الداء مع حلول سنة 2030.